السلام عليكم ورحمة الله، كي درتو المتابعين العزاز؟ لاباس عليكم، واش كتعاودوا؟ كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو تلقاكم بحال ديما في احسن الاحوال يا ربي. الله يفرحكم والوليدات اللي يعني متبوعين بالامتحانات، يا ربي تنجحهم. ما بقى والو، الامتحانات على الابواب، الجهوي والوطني، ثم كاين التاسع ومراه السادس ابتدائي. الله يعاونكم جميع التلاميذ والاباء والامهات حتى هم، الله يعاونهم على ستريس الامتحانات. وديروا شويه الخاطر مع وليداتكم، راه صعيبه هذه المرحله. الله يعاونهم ويعاوننا معاهم يا ربي يا ربي يا كريم. انا شاركت معاكم الروتين البارح الاربع في الصباح، صبحت يعني كنكون ما خدامه حتى العشيه، عاد مشيت هنا هذا الفطور عن غير العاده. شاركت معاكم هذا الفطور بهذا الشكل هذا، كان صباح عندي حمايه فطر عندي في الدار، بات معانا ودوز معانا واحد اليومين. المهم درت هكذا حريشه وجدت له الفطور هو ولدي، اما انا ما غنفطرش، انا داخله في الريجيم اللي مشاركه معاكم ديجا، صيام متقطع عندي 18 ساعه من اخر وجبه نهار الثلاث فاش تعشي صافي حتى لهاد النهار الاربع. المهم حطيت لهم داك الفطير هكذاك، وجيت انا نوجد لي الغداء ديال هاد النهار، غادي نوجدو غادي نمشي نخدم نرجع عاد غادي ناكلو، لانه ما غاديش يكفاني الوقت. المهم هنايا خديت طريف ديال القرعه حمراء، واحد جوج ديال الكورجيت، وهذا وحبه ديال الجزر يمكن، وبصله وحده، واحد جوج فصوص ديال الثوم قطعتهم وغنشحرهم مع زويته بلديه وشويه المليحه صافي. وهنا عندي صدر ديال الدجاج، هذا هو الموني او هذا هو الغداء، وجبه الغداء عندي فيه شوربه الخضار وصدر ديال الدجاج. شوربه الخضار بطبيعه الحال ما يكونش فيها البطاطا، البطاطا يعني ممنوعه علينا في الريجيم الا تعطات لنا فشي وصفه فيها البطاطس نستعملوها، حنا غنستعملوها. سينو ملي كيكون عندنا الخضار يعني البطاطا ما داخلاش في الخضار. فاش كيكون عندنا شي حاجه فيها الفواكه، هذا العنب والبنان ما داخلينش مع دوك الفواكه، كتعرفوا ما فيهم نسبه ديال السكر عاليه، والبطاطا حتى هي فيها النشويات. دونك يعني بحالها بحال الرز بحال. المهم هذا الغداء ديال هذا النهار ما فيهش النشويات، فيه الخضرة شوربة الخضر وفيه صدر ديال الدجاج يعني بروتين حيواني. وحتى هنا حتى وجدت هاد الشوربة هذه غادي نوجدها. المهم تحرتها مزيان، ومن بعد ضفت عليها غير كاس واحد كبير ديال الماء، غادي نشد عليها الكوكوط غير 5 دقائق في البلاصة كتوجد. ورجعت هنا صدر ديال الدجاج، درت له شوية ديال الابزار، شوية الخرقوم، شوية ديال التحميرة مليحة وزويتة بلدية، شرملته مزيان صافي. وغادي نغطيه بداك البلاستيكات اللي ديجا شاركتهم معاكم، صراحة عمليين زويونين بزاف. عندهم داك لاستيك داير كيجيو مع الطبيط، شي حاجة هكا شي طبصيل ولا شي غطار بحال هكذا، صغير ما يكونش عاود كبير. المهم هنا حتى وصلت شي 12:30، عاد خصني نوجد بعد داك المشروب اللي قبل الفطور. عندي هنايا كاس كبير ديال الماء دافي ولا ما غليان، هنا باقي يعني عاد غليتو، درت معاه شرائح ديال الحامض ومعلقه كبيره ديال بذور الشيا. هو بصراحه خصني نعصر نص حامضه، ولكن انا ما قدرتش على عصير الحامض كيدير لي الحرقه. صافي درت هذه الطريقه، صافي قطعت واحد 3 د الطخونش ديال الحامض، وكنخلي هذا الكاس يبرد واحد شويه لان كيكون الماء غليان، واحد 10 دقائق ولا عاد كنشربو، بين ما تا داك بذور الشيا كيتنفخو شي شويه وكيرجعو هكا جيلاتين، كيرجعو بحال جيلاتين في داك في الماء. صافي انا رجعت الشوربه ديالي رد في البلاصه كطيب، صافي طحنتها ما صفيتها ما والو، عرفتوا هادي هو القوام ديالها مباشره من الكاس ديال مولينكس لهاد الكاسرونه هادي. فاش غادي ان شاء الله نرجع من الخدمه تما نيت غادي نسخن فيها الشوربه ديالي، وجات حلوه عرفتوا مع القرعه الحمراء كتجي سبحان الله حلوه في الشوربه ديالها، كتجي واعره كتجي رائعه زوينه بزاف. القرعه الحمراء مفيده بزاف هكا، خاصة الى يعني وجدتو بها العصير اللي ديجا شاركتو معكم، قرعة الحمراء يعني ما مسلوقة ما حتى شي حاجة طرية طازجة، راها زوينة بصراحة، كتحمي من سرطان البروستات. عطيوها للأزواج ديالكم راها صحية بزاف، الله ينجينا وينجي الجميع من هاد الأمراض يا ربي. صافي هنا كانت تقريبا الوحدة ديال النهار، وجدت الفطير ديالي، كان عندي بيضة وكاس الحليب وسبعة الحبات ديال اللوز. ميمي بغيتي تفطري؟ نعطيك بيض.
كيف جاتكم ميمي باللوك جديد؟ زولنا لها داك الصغب بالطوندوز. المهم هي وهذا اوسكار كلهم زولنا لهم داك الزغوبات. ميمي غزيولة كتعرف سميتها، كنقولها ميمي كدور تشوف فيا. صافي هنايا من بعد فطرت ومشيت للخدمة. صافي من داك الفطور صافي مشيت للخدمة حتى رجعت، عاد غادي نتناول صراحة الغداء ديالي. صافي الشوربة من بعد ما سخنتها حطيتها بهذه الطريقة، وداك الستار ديال الدجاج درته في الاير فراير، صراحة نفعتني والله العظيم. في هذا الريجيم اللي تبعت تقريبا كل شيء كنحضروا فيها والله العظيم، الا في البلاصه كتوجد لي حاجه. والدجاج رائع، جا زوين بزاف بهذه الطريقه. درت له شويه زويته بلديه مع داك العطريه وصافي. صافي كان هذا هو الغبا الثاني ديالي، هذا هو الغداء ديالي بلا خبز بلا حتى شي حاجه والله العظيم. الا ديك الشوربه حمقتني، جات واعره. شربت الزلافه الاولى وعاودت الثانيه، يعني مكتوب لنا شوربه ديال الخضر وصافي، يعني الكميه ما صال. الخضر هي مفيده و ما فيهاش سعرات حراريه كثيره، ماشي مشكل الانسان واخا يكثر منها. انا صراحه عجبتني بزاف، راه غنيه بالاملاح المعدنيه والفيتامينات والفوائد ديالها معروفه بالنسبه للخضر. غير قلت لكم من بعدو على الخضر اللي فيها نشويات بحال البطاطا، ما درت ما كنديرهاش، ممنوعه علينا اصلا هكذا في الشوربه ولا. صافي وبروتين حيواني اللي هو الصدر ديال الدجاج، وطيب بطريقه صحيه. صافي كانت هذا هو كان هذا هو الغبه الثاني ديالي. كانت هنا تقريبا شي 5 د العشيه. صافي جلست واحد السويعه هكذاك، وخصني ناخد عاود السناك ديالي. عندي هنايا كاس ديال القهوه، ماشي كاس كامل، راه غير واحد شويه، يعني قهوه مسوسه، جوج معالق ديال الزبيب. يعني انا كنمشي على التعليمات، داكشي اللي معطي ليه هو اللي كناكل، ما كنزيد ما كنقص عليه. بصراحه كتجي واعره القهوه هكذا مسوسه مع الزبيب، يعني كتدوب بحال اللي كدوزو الزبيب بالقهوه، رائعه، كتجي واعره والله العظيم. اول مره انا نجربها. صافي ومن بعد واحد نص ساعه خديت لي هاد الفواكه. هذا هو العشاء، كان مسموح لنا بتفاحه ورمانه. طبعا الحال ما كانش الرمان، عوضته انا بشهديه. يمكن هذا هو لا فيديو ما سخيتش بكم، كنقول لكم مع السلامه.